بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا اجعلنا مباركين لأنفسنا ولخلقك أجمعين بما فيهم البيئة يا ربنا يا عظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضوان، ولا عدوان إلا على من اختاره العدوان. وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين؟ وأدراك من أصحاب اليمين؟ ولا تعرف عددهم، ولا تعرف أنواعهم، ولا تعرف أفكارهم، ولا تعرف مبراتهم. الله وحده يتوحد بهذه المعرفة، ولا يعلم خلق ربك إلا هو. وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين؟ في سدر مخضود وطلح المنضود. سدر المخضود لا شوك فيه، وزيل شوكه من خلق ربي نوع آخر من السدر. وطلح المنضود بنان مرتب ترتيب رائع. وظل الممدود ما لا تأخذ من ظلال الجنة، الله أعلم بما الشمس تعرض، لكن أما أنوار الله أعلم بها، هل هي من جنس الشموس أو جنس أخر، ما لا يختص به أهل الجنان. وظل الممدود أهل اليمين. وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. مش لنا سامون إسفلت إسفلت، يعني الألمان يقول لك ما عادش عندي ريبتو دو ستوك. هنا غاديك لا 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 مقشوق. قداش الناس تستفاد حين تبدا خط الصحيح حياه الدنيا قبل ما تتورط الحياه الاخره، وكذلك في سكره الموت والحياه البرزخيه. لا مقطوع ولا ممنوع. وفرش المرفوع ان انشانا هنا انشاء، اي حور العين، فجعلنا هنا ابكارا لم يمسهم الناس من جنسيا احد قبلهم. عروبا اتراب، يعني كلهم في سن من 33. ولي أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الأخرين، يعني أصحاب اليمين شوف الوصف، ثلة في الأولين وثلة في الأخرين. شوف النظام الإلهي، اللي يحب ينظم معرض، واللي يحب ينظم قصر، واللي يحب ينظم أي شيء، ما لم علي كان يقيس بالقرآن العظيم. ثم ترتيب الأمثل فالأمثل فالأمثل، وكذلك الأجمل فالأجمل، والمنسجم فالمنسجم، وهلو مجال. ثلة من الأول وثلة من الآخر. نعود لنذكر مآل أهل الشمال، أصحاب الشمال، لي جون دو لا غوش.